السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. كما أرحب في البداية مشاهدينا الكرام بفضيلة الشيخ عصام تليمة أحد علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم. يا مرحبا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام خلوني أذكر حضراتكم بأرقام الهواتف اللي هتنزل حالا أمام حضراتكم على الشاشة، واللي من خلالها تقدروا تكلمونا من أي مكان في العالم وتقولوا لنا أسئلتكم على الهواء مباشرة. كمان مشاهدينا الكرام من لم يستطع الاتصال بنا من داخل مصر يرسل رقمه عبر صفحة يستفتونك، وإن شاء الله فريق الإعداد يتواصل معه عبر هذا الرقم. أيضا هناك خدمة الواتساب لاستقبال رسائلكم وأسئلتكم مكتوبة، وكمان البث المباشر لصفحة الشيخ عصام وصفحة الشخصية وصفحة قناة مكملين الصفحة الرسمية. تقدروا من خلال البث المباشر أيضا تكتبوا الأسئلة، وإن شاء الله نحاول أن نجيب على قدر كبير جدا من هذه الأسئلة. على بركة الله يا شيخ عصام. وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان مهدرة تماما، حقوق الإنسان الكل يتكلم ويتشدق بها، ولكن في الأخير الإنسان على الأقل في المنطقة العربية يبقى بلا حقوق وبلا أي شيء يجعله مكرم كما كرمه الله عز وجل. الرابط هنا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هل في الإسلام للإنسان حقوق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فالإسلام نظر الإنسان باعتباره مخلوق الذي خلقه الله عز وجل، وأسجد له ملائكته، وسخر له ما في الكون كله، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة وكرمه. نعم. هذا التكريم المطلق العام الذي لم يكن بسبب ديانة أو بسبب لون أو عرق أو دين أو جنس. وقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. هذا التكريم المطلق في كل ما هو للإنسان. نعم. والإسلام في نظرته للإنسان نظر إليه على أنه إنسان مكرم صاحب حق. والميزة في الإسلام في الحقوق أنها ربطها بأنها حق الله سبحانه وتعالى. الحقوق في الإسلام، حقوق الإنسان بتدخل في باب حق الله. نعم. يعني الحقوق نوعين، النوع الأول حق العباد، والنوع الآخر حق الله. وما يشترك بين العبد والله سبحانه وتعالى حقوق مشتركة يعني. فحق العبد اللي هو الشيء الخاص بالإنسان الذي يملك الإنسان أن يتنازل عنه. حق الله سبحانه وتعالى هو الحق العام اللي هو حقوق الأمة العامة، أو حق الشأن العام، أو حق الحقوق المشتركة للناس جميعا. ولذلك ربطها الله عز وجل به لتنال قدسية وتنال أهمية، وكي لا يتجرأ عليها إنسان. ولذلك مثلا من الحقوق كان الذمة. أيوة. وناس تقول لك إزاي إحنا تقول عن المسيحيين أهل ذمة، وفهمنا أن هي يعني فيها إهانة. لا، ده قديما كانت الحقوق لغير الذي لا يتبع عقيدة الملك في ذمة الملك. فأنت ومزاج الملك بقى، الملك ده عادل ظالم ذمته. فنقل الإسلام الذمة والحق لله ورسوله، فلذلك سمي بذمة الله ورسوله. نعم. أي أن الاعتداء على هذا الإنسان هو اعتداء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فالحقوق في الإسلام تمتاز عن غيرها من الحقوق بعدة ميزات ليست في غيرها. أولا أنها حق مجرد بغض النظر عن الديانة والجنس واللون والعرق. فحق الحياة، حق التدين، حق المال، حق صون العرض، حق حفظ العقل، اللي هي الضرورات الخمس التي قال عنها الأصوليون: لا تستقيم الحياة ولا الدين إلا بها. نعم. حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ النفس، قال الناس له العرض. أيوة. وفي اللي عملها يعني 6، لكن هو الأرجح إن هي 5 يعني تصلح. نعم. هذه الضرورات هي حق لكل إنسان بغض النظر عن جنسه ولونه ودينه. 2، أنها ليست هبة من أحد، إنما هو حق شرعه الله عز وجل. لأن لو حق من أحد: تعالى يا عمي أنا النهاردة اديتك جنسية بلد. أيوه. أو اديتك لجوء، أو اديتك أي حاجة أنا من نفسي كملك كحاكم. من أعطى يمنع. نعم. إنما هذا الحق وحق من الله عز وجل، فالحياة لا يملك أن ينزعها من أحد إلا خالقها صحيح والعقل وغيره، ولذلك وضع الإسلام للحفاظ على الحريات والحقوق الحدود. نعم. فلحفظ النفس شرع القصاص، لحفظ العرض وضع القذف، حد القذف وحد الزنا، المال حد السرقة، وهكذا في كل شيء فيه تعدي على ضرورة من ضرورات الحياة جعلها الإسلام حدا من حدوده. تمام. الميزة الثالثة للحقوق في الإسلام المساواة، بمعنى أن هذا الحق ليس فقط للفقير والغني يعفى منه. بعض الدول وبعض الحكومات تستثني في العقوبة أشخاصا معينين، فالملك ملك لا يعاقب، والحاكم لا يعاقب، والبعثات الدبلوماسية لا تعاقب، وبعض أعضاء مجلس الشعب مثلا عنده حصانة. نعم. لا، في الإسلام لا توجد حصانة لأحد، الحصانة هنا ممنوعة، إنما إذا أخطأ الحاكم يعاقب، إذا أخطأ عضو مجلس الشعب يعاقب، بعثات دبلوماسية ارتكبت جريمة تعاقب. ورأينا هذا في القبطي الذي تسابق مع ابن عمرو بن العاص، وسبق القبطي ابن عمرو بن العاص أمير مصر. نعم. فلطمه ابن عمرو بن العاص، فذهب وقال له ابن عمرو أنا ابن الأكرمين. نعم. فذهب إلى المدينة يشكو ابن عمرو ابن الحاكم لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. هل هنا قال لا ده ليه حصانة هو وأبوه؟ لا، أرسل إلى عمرو وإلى ابنه في موسم الحجيج. نعم. فجاءه، ثم تيقن من الفعل ابن عمرو لهذا، فقال للقبطي اضرب من ضربك مباشرة، فضربه. ثم قال لعمرو اخلع عمامتك، فخلع عمامته، فقال للقبطي اضرب عمرا على صلعته. يا الله، ضربه على راسه. فالقبطي قال يا أمير ضربت من ضربني، عمرو ضربني. قال إنما استذلك بسلطان أبيه. نعم. يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. نعم. ده كلمة عمر بن الخطاب. مش الجديدة. تمام. الميثاق، المادة اللي هو في ميثاق الأمم المتحدة إيه؟ يولد الناس أحرارا. طيب، مش دي كلمة عمر رضي الله عنه؟ القبطي الذي ضربه ابن عمرو بن العاص، أولا كان من قبل في احتلال روماني. أيوه. لم يكن للمصريين أن يرفعوا رؤوسهم. نعم. لا مع ابن البلد ولا مع الحاكم الأجنبي. النهاردة لا، ده سواه، ومع ذلك لم يسلم القبطي، ما أسلمش ولم يساوم على إن مقابل حريتك. طيب، وبعد ما خلص قال له إيه رأيك بقى في النظام بتاعنا والعدالة بتاعتنا؟ حلو، طب ما تسلم بقى. ما حصلش، تركه. فهنا الحقوق في الإسلام لا ترتبط بشخص الحاكم، إنما هو نظام على الجميع. ولذلك أروع تعليق على قصة عمر بن الخطاب الأخرى، سيدنا عمر كان في مرة معاه أحد الصحابة وسمع صوت سكر. صوت إيه؟ سكر، ناس سكرانة. ناس سكرانين يعني. في رواية إن نط من على السور، في رواية إن هو اقتحم الباب. أيوه. فشوف بقى، سكرانين وغلطانين، وقالوا له يا أمير إحنا غلطنا مرة وأنت غلطت مرتين. شربنا الخمر غلط، ولكن أنت تجسست وتصورت علينا بيتنا. أيوه. فاضطر. وفي رواية إن لأ، إن سيدنا عمر قال للي معاه سيدنا علي بن أبي طالب، قال له أرأيت لو أني سمعت؟ قال فاقتحمت. قال عاقبته ولو كان أمير المؤمنين، لأنه ملوش إن يتجسس. عاقبته ولو كان أمير المؤمنين. سبحان الله. فهنا العقاد ده أعظم تعليق على الحكاية دي، بيقول لك إيه؟ ليست العظمة هنا عظمة عمر. نعم. اللي قال للجماعة اللي شاربين الخمر أنا آسف أنا اقتحمت عليكم البيت، يقول ليست العبقرية العظمة عظمة عمر، إنما هي عظمة الإسلام الذي وضع نظاما يجعل الحاكم يقف أمام المحكوم المخطئ صاغرا. يا الله. ليه؟ لأنه تجاوز القانون. إنما يا عمي تلاقي ظابط هرس واحد بالعربيه. كتر خير اهله ان ياخدوا تصريح دفن. ايوه شفنا في رابعه الناس يقول لك امضي ان منتحر. يا عم ده انت قاتله، انت قاتله وعايزك تمضي قاتله. يعني اولا مش هتتحاكم ولا هتتحاسب ولا اي حاجه، حتى شهاده الوفاه يقول لك اكتب انه منتحر. ايوه فهنا الاسلام في عظمته في النظر للحقوق. قبل ما نخش عشان ما نخش في تفاصيل لان الحقوق تحتاج الى حلقات مفصله. نعم. ان الاسلام هنا بين في هذه المساله قضيه المساواه. الحاكم والمحكوم سواسيه، وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذهب اليه اسامه بن زيد يشفع في مخزوميه سرقت. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا اسامه اتشفع في حد من حدود الله؟ انت جاي تشفع في حد؟ والله حاشاها طبعا، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت نعم لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ولذلك وقال فاطمة بنت مين؟ بنت محمد، ما قالش بنت رسول الله. صحيح. لأن قدام القانون هي بنت محمد صلى الله عليه وسلم، إنسان. صحيح. إنما لو قال بنت رسول معناه أن هي لا، وإن الإنسان إذا كان شريفا أو مقدرا المعصية تنزل به من باب التشريف إلى باب المساءلة أمام القانون. نعم. ده حق الحقوق. العالم الغرب يؤمن بالحقوق، صح، عنده حقوق إنسان، بس الخلاف اللي بينه وبينهم في إيه؟ هل هو بيعتبرنا إحنا إنسان ولا لأ؟ أيوة. يعني الغرب يقول لك لا حقوق، لا عنده حقوق إنسان. هو الأزمة اللي بينه والغرب إنه مش معتبرنا إنسان. أيوة. يعني النهارده يعمل مندبة ومناحة على أي واحد يموت. طيب رابعة بمجازرها والنهضة وغيره اللي هي هولوكوست. كل سنة ألمانيا بتدفع تعويضات للإسرائيليين عشان الهولوكوست الألماني. طيب حتى النهارده مجرد الادانه الهولوكوست رابعه، ورابعه هولوكوست ما فيش فيها خلاف، يعني الهولوكوست بتاع المانيا ما حدش شافه الا بعض شهود، انما انت النهارده هولوكوست رابعه العالم كله نقله على الهواء مباشره. ايوه. فاذا يعني الاسلام في نظرات للحقوق نظره تقدير واعتبار، يعني منقطعه النظير. في الاخير كانت هناك ايه يعني يا شيخ عصام، قول الله عز وجل: اتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتلوا عليكم ما حرم ربكم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه الآية لو بس معنى بسيط كده من هذه الآية. لا بس دي علاقته بالحقوق يعني. اللي هو اللي يعني حق الحياه بقى، اللي هو ان الانسان اصلا زي ما حضرتك قلت كده، يبقى الانسان موجود وفجاه رصاصه تجيله، الانسان عايز يعيش لا مفيش حياه. احنا يعني احنا لو اتكلمنا في الحقوق بقى التعليم والحاجات دي النظر، ما هو احنا عشان بس التفصيل ياخذ وقتا طويلا يعني النظره العامه افضل، لاني لو هتكلم عن حق الحياه مش هينفع اخده بس في اطار الايه فقط. لاني حق الحياه يبدا من الاساس بالجنين. الجنين اساسا له حق اني لا يجوز للاب والام ان يجهضوه. ده بدأ من هنا، ثم حقه في الا يموت من عدم الارضاع، ثم حقه لما يكبر، ثم حقه في التعليم، وحقه في الحياه نفسها، الحياه الكريمه، حقه في الحياه الا يكون رقيقا لا يستأثر الى ان يموت، حتى بعد ما يموت، حتى لما يموت اكرام الميت دفنه، نعم، عدم التعدي عليه. فحق الحياة هذا حق واسع وكبير، تمام، لا استطيع ان احنا ناخده منفردا. ايوه. الا افضل شيء ان احنا النظره العامه في الاسلام، ان نظره الحقوق اذا اردنا ان احنا ناخدها بعد ذلك في سلسله لا باس، لكن النهارده الاولى والافضل تبيين فلسفه الاسلام في الحقوق. تمام. جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ عصام ونفع الله بكم وبعلمكم. مشاهدينا الكرام، ما زلت اؤكد ان رسائل الواتساب تاتي رسائل فقط وليس اتصال، عشان نقدر ناخد عدد كبير جدا أو قدر كبير جدا من أسئلة حضراتكم على الواتساب، وأيضا أرقام الهواتف موجودة أمام حضراتكم، ومتابعتنا على البث المباشر وكتابة أسئلتكم على البث المباشر. دعونا نبدأ من الواتساب ونأخذ هذا السؤال. يا شيخ عندي سؤال ممكن تجاوبني عليه بارك الله في علمك، والسؤال يقول: ما حكم من يريد الجهاد في سبيل الله وهو لا يعرف أي الطائفة على الحق؟ أي يريد الجهاد وهناك طائفتين من المسلمين في قتال وهو لا يعلم أي الطرفين على حق، وهل يجوز له السكوت عن الحرب؟ لا يعني وهنا وبيتكلم عن الجهاد في سبيل الله. أيوة. طيب وفي طائفتين بيتحاربوا في قتال. نعم. طب ليه؟ يعني هنا من الأول أكون عارف أي الطائفتين من بغى على الأخرى، لأن القتال بين طائفتين لا يكون إلا من باب أن طائفة بغت على الأخرى، لكن الأول الإسلام فأصلحوا بينهم. نعم. طيب من اقتتلوا فأصلحوا بينهم. طيب ما نفعش الإصلاح وواحدة أصرت على البغي، خلاص فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء لأمر الله. هل الأخ ده راح أهل العلم وناس فأصلحوا بين الطائفتين فواحدة وافقت والثانية رفضت؟ طب الاثنين لا أصروا يقاتلوا، لا انحاز إلى فئة. سيدنا سعد بن أبو قاسم جاءت الفتنة وناس طلبوا لي ماذا، فقال يعني أعطوني سيفا له عينان أقاتل. نعم. أعرف منين من الظالم المظلوم؟ اللي تبين له وضوح الحق مع طائفة خلاص ينضم إليه، بس شريطة أن يكون اجتهد مش تعصب. أيوه. مش قادر خلاص يكون محايد يسعى بالإصلاح. نعم. طبعا ده في الأول وفي الآخر يعني. جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام معنا اتصال، أستاذة آية من القاهرة، برحب بيك يا أستاذة آية. ألو. السلام عليكم أستاذة آية، اتفضلي. وعليكم السلام. اتفضلي يا فندم. ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟ سامعك على الهواء مباشرة، اتفضلي. لو سمحت حضرتك، أنا بنت وليا أخين. أيوه. تمام. حضرتك والدي توفى من قبل ما اتجوز بسنة، وكان سايب يعني مبلغ من المال. تمام. فلما مات وكده فهو كان شغال موظف في شركة، فالشركة طبعا التأمينات طلعت شيكات ومبالغ لينا أنا وإخواتي ووالدتي. فدلوقتي كانت أمي كان عندها حتة أرض فبنتها بيت ليا أنا وإخواتي، كان بابا موصي إن تبقى ليا شقة في البيت زيهم. تمام. فدلوقتي ماما بنت البيت وكانت كل فلوس تيجي شيك ليا باسمي كانت تاخده مني وتقعد تقول لي انا هبني لك وهعمل لك ليكي ولاخواتك والكلام ده، وانا كنت بسيبه على اساس ده. تمام. فدلوقتي جيت انا طلبت منها، انا قاعده في ايجار بره، فطلبت منها شقتي عشان اقعد فيها واوضبها، قالت لي لا للاسف، قالت لي انا هجوز اخوكي فيها برغم ان هو ليه شقه، قالت لي انا هقعد فيها واجوز اخوكي في الثانيه ولما اموت بخدي الشقه، مع انها انا شايفه انها حقي وانا ما عملتش حاجه زياده. أيوة. وقالت لاخويا حرام تاخد شقه مش شطبه. هي تشطب هي براحتها، ودلوقتي تقول لي لا ما ينفعش ما تديش شقه. فانا مش عارفه، طب الفلوس دي انا كنت بديها لها وحقي في وسط بابا والحاجات دي كلها. طيب هي للاسف يعني يا استاذه ايه مشكله عائليه واجتماعيه اكتر من ان هي مشكله شرعيه، ولكن فيما يخص الميراث هسال طبعا فضيله الشيخ عصام وان شاء الله يجيبك يا استاذه ايه باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا. هي ايه بتقول ان هي بنت وليها اخين، والدها توفى وترك مبلغ من المال، والشركه كمان اللي هو والدها كان شغال فيها طلعت بقى التامينات اللي كان بيدفعها وبعتت لهم شيكات وفلوس والكلام ده كله، وكان في شيكات بتيجي باسم ايه نفسها وبتستلم الشيكات دي كفلوس. ليه بتيجي باسمها؟ مش عارف. ده حاجه ده قانون في الشركه ان بيبقى خاص بالبنت الصغيره مثلا اللي لسه ما خلصتش وما اتجوزتش، ممكن مثلا كان بيطلع شيكات باسمها، عشان كده بس فكانت امها بتاخد الشيكات دي ما بتديلهاش يعني. تقول لها لا انا هعمل لك شقتك وهبني لك وهظبط لك وبتاع، فكانت بتسيب الفلوس بتاعتها دي في هذا وعملت لها المقابل لا. طيب. وكان في حته ارض هم بنوها بيت، والدتها بنتها بيت، كان باباها سايب الارض دي وقالت لبنتها ان انت، وباباها كان قايل اعملوا شقه للبنت يعني فيها، كان موصي بكده، فهي بتقول برضو ما فيش وما عملتش حاجه وانا قاعده في ايجار بره، فطلبت منها فلوسي عشان ابدا اشطب الشقه، فقالت لها لا ما اديتلهاش برضو الفلوس. فبتقول دلوقتي يعني انا اعمل ايه واتصرف ازاي؟ لا اعمل ايه وما اعرفش تعمل ايه يعني. هي حكم الشرع، هي حكم الشرع طبعا. اخطات الام اذا كان المال ده خاص بالبنت وده قانونا او يعني قانون يعتبر يصدق عليه شرعا اذا لم يخالف الشرع. نعم. فلا، هذا المال حقها، فهي اذا الام هذا المال حقها، فاذا الام حرمتها منه فهذا لا يجوز لها شرعا. نعم. اما كيف تسعى تكلم اهلها، خال لها كبير ولا حد كبير يكلم الام في هذا الحق، لان الام في ذلك اخطات بحرمانها من حقها ومالها المنصوص عليه من أبيها ومن القانون بما لا يخالف الشرع. تمام، جزاكم الله خيرا. معنا سؤال من على البث المباشر. السائل يقول سؤال مهم، أنا متجوز وأخت مراتي، ينفع أشوف وشها وينفع أسلم عليها بدون حائل وينفع تركب ورايا الموتوسيكل؟ ده أخت مراته؟ ليه؟ ممكن يكون بيوصلها في مكان بتاع مش عارف يعني، او انا عايز اشوف وشها وعايز اسلم عليها وعايز اركبها ورا الموتوسيكل. طب ما يتجوزها بالمره يعني، ايه اللي باقي تاني يعني؟ لا طبعا كل ده واحده لابسه نقاب، لابسه عشان ايه؟ ايوه عشان وجه عوره، تمام، عوره عليه وعلى اي حد اجنبي، هو اجنبي عنها، تمام. اتنين، عايز يسلم، يسلم ليه؟ احنا قلنا السلام ده بيكون لضروره طارئه، الواحد جاي من سفر، اذا امنت الفتنه. اما ركوبه على الموتوسيكل فلازقه فيه، ده ما ينفعش اصلا، لا يجوز شرعا. تمام، جزاكم الله خيرا. هو بيقول بالله عليك ضروري الجواب، احنا جاوبنا استاذ محمد وكله تمام ان شاء الله. معانا اتصال يا جماعه. ام خالد من القاهره، برحب بيك يا ام خالد. ازي حضرتك؟ تمام والله الحمد لله، ربنا يكرمك. اتفضلي يا فندم. ام خالد، بقول لحضرتك يا فندم. ايوه يا فندم اتفضلي. هو المال اللي حضرتك، المال اللي هو المدخر اللي مثلا بيطلع، اللي مثلا مشغله في مشروع او حاجه، بيطلع عليه فوائد؟ يعني حضرتك عندك مال مدخر، ما اسموش بقى مال مدخر، اسمه مال بيستثمر. انت حاطه المال ده في استثمار، يعني والاستثمار ده بيطلع فوائد، بس طبعا مش حاطاه في بنك يعني ربوي، صح؟ لا لا مش حاطاه في بنك ربوي، حاطاه في مشروع عادي يعني، شاركه بيه في مشروع استثمار وبيجي لك فوائد منه. فانت بتسالي هل يدفع عليه زكاه ولا لا؟ ايوه يا فندم. حاضر حاضر يا ام خالد، بشكرك على اتصالك. هي ام خالد عندها مال وحطاه في مشروع، تستثمر هذا المال في المشروع، فبيرجع لها طبعا فوائد، فبتقول هل على هذه الفوائد زكاه؟ استثمار في مشروع في بنك ولا فين؟ لا بره بنك. طب ما بتقولش فوائد بقى. جابت منين الفوائد دي؟ او ارباح يعني. ماشي ارباح حاجه ثانيه. ما هي لما لقيت فوائد سالتها، قلت لها انت حطاه في بنك يعني؟ فقالت لا في مشروع بتستثمر المال. المشروع ده استثمار ملوش علاقه بالفوائد، الفوائد ده في بنوك المحرمه شرعا. اي استثمار جائز شرعا على حسب، استثمار في حلال بشروط حلال لا مانع، وعلى المكسب والخساره. ايوه هتدفع بقى عليه زكاه مال. طبعا. زكاه المال بتدفع على الارباح نفسها؟ على الارباح 5%. نعم. على الارباح 5%. نعم. جزاكم الله خيرا. ناخذ سؤال اخر من على الواتساب. لو سمحت، لو في ابن عقل امه وماتت وهي مخصماه، هل لو عمل لها اي صدقه او دعاء يقبل منه؟ اذا استغفر الله عز وجل عن عقوقه وتاب الى الله مما فعل وكفر عن هذا الامر، فاي صدقه او عمل صالح يقبل. ايوه نعم. جزاكم الله خيرا يا شيخ. طيب، حد بيقول سؤال من 3 كلمات، هل المنتحر كافر؟ لا احنا جاوبنا اكثر من مره على ان المنتحر ليس كافرا، انما المنتحر يرتكب جريمه حرمها الشرع وكبيره من الكبائر. اما ان المنتحر كافر فهذا لم يقل به احد من العلماء، يعني هم اختلفوا قال لان هل هو في النار او لا، وهل مخلد في النار ام لا، يعني هو ده كل نقاش العلماء، هل في خلود في النار ام لا. وقالوا لا يعني الراجح انه لا يخلد في النار، انما يدخل النار او لا ايضا هذه في علم الله عز وجل وفي باب عفو مغفرته او في باب عقابه. نعم. لكن الراجح ان المنتحر ليس بكافر. تمام جزاكم الله خيرا. ناخذ سؤال اخر. لقد استمعت لخطبة للدكتور هاني السباعي مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية أن فضيلة الدكتور القرضاوي أجاز للتيار الأمريكي المسلم بقصف مواقع تنظيم القاعدة وهم مسلمون، فما مدى صحة ذلك؟ لا هو الشيخ أجاز للإنسان، ده كان فتوى وتراجع عنها. أيوه أجاز ساعة الحرب الأمريكان على أفغانستان، مش هو كان صاحب الفتوى، وكان في فتوى كان كتبها الدكتور طه جابر العلواني والاستاذ فهمي هويدي والمستشار طارق البشر، كل دول وقعوا عليها، والدكتور سليم العوا والدكتور القرضاوي طلبوا توقيعه فوقع معهم. ايوه. على ان المسلم الامريكي لو ما انضمش للجيش بيعتبر ده ايه؟ طابور خامس او يعني يسيء اليه، ولكن نوقشوا بان لا له حق ان هو يطلب ان ضميره لا يرتاح لهذه الحرب. فأجاز انه يشترك في الجيش وقال لا بأس يبقى في المطبخ، يبقى في اعمال غير عسكريه. لكن لما رجع الشيخ في هذا الامر تراجع عن فتواه تراجعا كاملا عن هذا الامر، لكن بعض الناس للاسف زي ما اعرفش طبعا، ما اعرفش الدكتور هاني الكلام ده ولا لا، لكن الاخ بينقل عنه، اذا قاله فمعناه ان للاسف اما انه لا يعلم او يعلم ولكن لا يعني لم يقل المعلومه كامله. فاحنا بنصحح يعني الاصل في ذلك، واعتقد الرجل اللي يرجع الى الحق اذا عرف الحقيقه. الشيخ تراجع عن فتواه تراجعا واضحا يعني. جزاكم الله خيرا. ناخذ معنا اتصال من الزاويه الحمراء. ام خالد، برحب بيك يا ام خالد. ام خالد مخالد معاك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. سلام. انا عايزه اقول لحضرتك انا كنت غنى من يمين كام يوم، بس انا ما وجهتش لك المشكله صح. انا جوزي كان بيدي درس. ايوه. بيدي درس وقت التلفزيون، بيدي درس الولدين، وامهم ووالدتهم كانت مطلقه، ماشي. قعدنا 7 سنين معاشرينهم يعني وكده، وعارفينهم وبنبعت لهم الزكا وبنصدق عليهم وكده. جيت انا من سنه كان ابني بيتزوج فعزمناها، فبعد الجواز لقيت بتكلم انت حضرتك كلمتيني وعرفتي ان هو بعد كده تزوجها. لا كلمها سنه على الفيس، قعدوا يتكلموا بعض على الفيس. طب بصي بس اسمعيني يا ام خالد. وهو عنده 55 سنه المشكله. جميل. وهو كبير في السن. طب اسمعيني بس يا ام خالد، اسمعيني الحكايه كلها بتفاصيلها ملهاش اي قيمه عشان احنا وصلنا لنتائج. انا فاكر السؤال كويس جدا. قلنا دلوقتي ايه النتيجه؟ ان هي زوجك تزوجها، وبعدين جيتي قلتي له يا انا يا هي، تمام؟ فقام عشان يراضيكي اما اقطع الورق. احنا ظروفنا مع حضرتك، انا ظروفنا ما تستحملش ان احنا هو يتجوز واحده تاني، لان هو عيان وعنده 55 سنه وجاي لنا حفيد، وعندنا مشاكل في البيت، وعندي بنتين دلوقتي على وش جواز. المفروض بنتي ديت الاولى كانت تخش في شهر 12، يعني عطلنا ده كله. هو يعني ليه يحط لي واحده انا مش، يعني هي مش مناسبه ليه، هي ست مش مناسبه، هي بتضحك عليه. ما هو ده من وجهه نظري. هتوافق يعني؟ طب هي لو هي مناسبه فعلا يا ام خالد. بص يا ام خالد، خلينا بس نتكلم في انا ممكن اسمعك بعاطفه. طب اسمعيني، انا ممكن اسمعك بعاطفه جدا واتعاطف معاك واقول لك لا ما ينفعش، والراجل وبنته اولى وبتاع والكلام ده كله، بس في الاخر الفتوى في الشرع، عشان انقل سؤال للشيخ عصام لازم اقول له ان هناك فعل، هذا الفعل حرام ام حلال، جائز غير جائز. فهو دلوقتي مثلا لو لقيتي هذه المرأة مناسبة لزوجك كنت هتوافقي ان هي تبقى زوجة ثانية؟ ما هو انا دلوقتي سافرت عند والدته البلد، قعدت 5 ايام، اجي الاقيه هو متجوزها. يعني هي حتى يعني هي ما شاركنيش، ما صنتش العشرة اللي بينا، وراحت خدت جوزي مني. طب انا دلوقتي بقول لي انت الغلطانة مش هي. طب عايز اسالك سؤال، انت اللي غلطتي وعملتي ده كله. عايز اسالك سؤال، انا اللي يجي الاسم عليا؟ نعم. لا انا عايز اسالك سؤال. سؤالك فين دلوقتي يا ام خالد؟ ايه سؤالك محددا دلوقتي؟ سؤالي دلوقتي هو سايبنا بقاله 4 شهور هو قطع ورق، وبيقول لي دلوقتي هي في نيتي انها هي مراتي. طب انزل، هو قاعد فوقينا، انزل ونحل المشاكل دي. يقول لي لا لما هي ترجع قبليكي ابقى ارجعك انت. ده صح؟ وانا عندي 3 بنات اصلا وسايبنا لوحدينا في الشقه. لا يعني ايه رجعك انت؟ هو طلقك اصلا؟ ما طلقنيش، هو رمى عليا 2 طلاق. خلاص ورجعني فيه، بس هو دلوقتي بيقول لي لما ارجعها هي واكتب عليها الاول ورق عرفي كمان مش ورق عند مأذون، عشان هي بتاخد معاش. ما انا بقول لك لحضرتك السؤال، هي بتاخد معاش، هي بتقول له لا انا ما اتجوزكش رسمي، ليه؟ لان انا عندي معاش، ماشي. وهو مش عايز يتجوزها عشان منظره في الشارع ومنظره في المدرسه. هو اصلا مش قايل لوالدته ان هو متزوج، ليه؟ لانها عندها 45 سنه وست كبيره. يعني في حاجات كتيرة أنا ممكن كنت أوافق عليها، بس في حاجات كتيرة أصلا هي مش صح هو بيعملها هو وهي. إزاي يتجوزها؟ طيب يا أم خالد، هو سؤالك وصل يعني. أم خالد الخط قطع من عندها. هي حكت حكاية طبعا كتيرة، وكانت سألتنا سؤال قبل كده ورجع هو نفس السؤال دلوقتي برضو. في الأخير هو بقاله 4 شهور مش عايز ينزل يخلص القصة دي ما بينه وما بين مراته وما بين زوجته وما بين بناته والمشكلة، وهي حاسة إن الست دي يعني بتضحك عليه وبتتجوزه الجواز مصلحه، وهي عندها معاش بتاخده، فعشان كده مش عايزه جواز رسمي، جواز على ورق اللي هو الزواج العرفي عشان تفضل تاخد المعاش بتاعها. فبتقول الحاله اللي هو حاططنا فيها دي كلها يعني نعمل ايه؟ لا تعمل ايه؟ تلجا الى حد متخصص في الارشاد الاسري. ايوه. انا ما اقدرش افيد في تعمل ايه؟ ما عندناش. طب احنا ما عندناش اجابه في الشرع على السؤال ده؟ لا ده مش سؤال شرعي. ايوه تمام. بتقول اعمل ايه؟ عشان ما ابقاش انا اللي بحدد اذا كان شرعي ولا لا، بس قصدي والله. شوف يا احمد، بتقول انا اعمل ايه؟ اعمل ايه ده لما واحد يقول لي والله انا مش عارف اصلي واقف، اعمل ايه؟ اقول له والله صلي قاعد. انما واحد يقول لك والله انا محتاج اخد حقنه عشان ركبتي وجعاني، اخد الحقنه ازاي؟ لا حضرتك روح للدكتور. طيب هي بتقول دلوقتي ان هو انا اللي يخصني كشيخ اقول لك ايه اللي يجوز في ده ولا يجوز. هو بتقول احنا معناش فلوس ومش لاقيين وهو رايح يتجوز. تمام. هل بقى الله اعلم بحالته بهذه الحاله اذا كان بما وصفت فيبقى حكم الزواج في حكمه ايه؟ اذا عاجز عن هي بتقول ان عنده 55 ملوش علاقه الجواز ب 55 سنه. ليه علاقه، قادر على حق الزوجه الجنسي وحق الزوجه المالي والعدل بين الزوجتين ولا لا؟ ايوه، بس ده اللي الشرع يتكلم فيه. اما بقى والله زواج عرفي، زواج عشان المعاش، عندي بنات انك تتجوز، دي كلها قضيه تحتاج الى حل اجتماعي وحل اسري، مش حل مشيخه. تمام، جزاكم الله خير. فتذهب لاهل ناس كبار في العيله عندها تحكم بينها وبينه. تمام، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من على البث المباشر. ارجو ان توصلوا خالص شكري للاستاذ احمد العرب وشيخنا الفاضل الاستاذ عصام تليمة لاجابته على سؤالي بخصوص المسح على الجوارب، وجزاكم الله عنا كل خير يا رب وجعل ما تفعلونه في ميزان حسناتكم. جزاكم الله خيرا، بنشكرك والراجل بيشكرك يعني على لان الشتاء الناس بتحتاج فيه مساله المسح كتير يعني. تمام، جزاكم الله خير. ناخذ معنا اتصال استاذ محمد من القاهره. برحب بيك يا استاذ محمد. استاذ محمد، يا استاذ محمد، طيب الاتصال انقطع. ناخد سؤال من على الواتساب. السائل يقول: هل من حق طلب ضمان مالي من زوجي، دي سائله، بعد خلافات شديده واذى وقع منه علي لضمان عدم التعرض لي بالاذى مره ثانيه؟ ضمان مالي انت هتاخد عاد مضيعه للشيكات يعني ولا لكن بيها؟ ممكن تقول لك مثلا مضيعه على اصاله على بياض ولا حاجه، عشان ما يتعرض لهاش تاني بعد كده باي ايذاء يعني. انا يعني في العلاقات الزوجيه الكلام ده ما ينفعش، مش ما ينفعش ما بين الشرع، ما تمشيش الدنيا كده. يا اما ان هي مطمئنه لسلوكي وحسن سلوكي، لاني حط لبكره 100 شرط جزائي، طيب هنثبت منين ان هو تعدى بهذا الشرط؟ ناس تقول لك لا عايزين المؤخر عالي جدا عشان خاطر نكسر ضرره اللي عايز يطلق، طيب هيقريف اللي خلفوها لحد لما تتنازل له عن الحق ده. يا جماعه اذا غاب الخلق والدين عند الناس خلاص على الدنيا السلام. فالاول انا كل حرصي صحيح في بعض الناس يعني مواجع لوجع القرش، في واحد عندي ما يتهد باكل عيشه بالغرامه والكذا يتهد، صح ان الله يزعب بالسلطان ولا يزعب بالقران. انما السؤال ما ينفع حلال ولا حرام، والله اذا هو قبل هو حر. تمام، اذا قبل بان يتحط عليه شرط جزائي عند التعدي لا مانع، الا اذا اصطدم هذا الشرط بحق شرعي. انما مش ده الاصل في الحياه الزوجيه. نعم، الاصل في الحياه الزوجيه السكن والموده والرحمه. اذا غابت الثلاثه دول ما بقاش زواج، بقت حرب، اللي يقدر يلعب على الثاني ويكسبه، او اللي يقدر ودراعه ويكسر مناخيره، ودي مش حياه زوجيه. تمام، جزاكم الله خيرا. ناخذ اتصال ام عمر من القاهره. برحب بيك يا ام عمر. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. انا عايزه بس اسال الشيخ عصام في حاجه كده بعد اذنك. انا كنت بس حاطه مبلغ بستثمره. ايوه، والمبلغ ده انا يعني الفوائد اللي بتيجي منه انا بصرفها في البيت على اولادي، لان زوجي ممسك شويه. طب معلش يا ام عمر، ام عمر، بتستثمري المبلغ وبترجع عليه فوائد، يعني حاطاه في البنك؟ لا، انا مستثمراه مع ناس كده بيشغلوه. طيب عشان بس الشيخ عصام دايما بيحب يحرر مصطلح الفوائد ده، الفوائد دي بتيجي من بنك، يعني في مبلغ بيتحط في البنك فبيجي عليه فوائد، فهو الفوائد حرام، لكن انت لو بتستثمريه في مشروع وضح لنا. ايوه يا فندم، ربح، هو ربح باخده مثلا كل 3 شهور بيطلع لي ارباح غير ثابته، فبقعد اجيب ولادي بيها حاجات في البيت، وخصوصا بنتي جت احتاجت مصاريف، فجبت لها مثلا لبس للجامعه، مش عارفه ايه، لان باباها ممسك قوي علينا يعني، بيوصي بالعافيه. تمام، انا يعني ما جيت اطلع الزكاه قلت بنتي اولى بيه، مثلا طلعت جبت لها حاجات كانت هي لازمها جدا في الكليه، لبس وحاجات وغير كده، وصرفت يعني المبلغ ده. تمام، ده سؤال بعد اذنك. لا، السؤال ايه بقى؟ ان انت اللي عملتيه صح ولا غلط؟ اللي انت طلعتي يعني انا كده المفروض بنتك صح ولا غلط؟ ايوه بالظبط كده، انا طلعت زكاة المال ده لبنتي وبالزياده. انت متجوزه ولا؟ بنت حضرتك متزوجه يا ام عمر؟ لا، بنتي معايا عايشه في البيت، لسه في اولى جامعه، لسه في اولى كليه. لا، هي مش متزوجه، بنتها مش متزوجه، بس زوجها ممسك. لا، انا متزوجه. ايوه، لا انا بتكلم على بنت حضرتك، ان هي مش متزوجه. والاب ولا حتى الاب ممسك، يعني مش عايز يصرف، يعني ما بيصرفش. تمام، اتفضلي يا ام عمر. بص، السؤال تاني حضرتك، هو دلوقتي كان بيطلع زكاه مال، وهو يعني ايه بيصرف بالعافيه في الانفاق في الاكل والشرب وكده، يعني بالعافيه. ايوه. فاحنا بنحتاج ساعات حاجات يعني لازمنا في البيت هو ما بيعترفش بيها او بيصرف علينا فيها يعني. ايوه. فانا ساعات كان بيديني زكاه المال دي بعد المبالغ كده يعني البسيطه ان انا اخرجها، فكان بلاقي ولادي محتاجين، بنتي وابني يعني كبار بلاقيهم محتاجين حاجات، فباخد منهم الفلوس دي ان انا على اساس ان انا بخرجها وبجيب لهم يعني متطلبات او بسدد حاجه عليا كده يعني. طيب ماشي، يعني حد بيديكي زكاه ماله اللي هو جارك مثلا بيديكي زكاه المال؟ لا لا لا، هو زوجي بيطلع زكاه مال على حاجه. ايوه، فبلاقي ولادي محتاجين فبطلعها في كده، فهل ده حلال ولا حرام برضه؟ حاضر يا ام عمر، ان شاء الله نجيبك حالا باذن الله. طب هي ام عمر سؤالها من شقين، اول حاجه هي بتستثمر مبلغ وبيعود عليها من هذا المبلغ ارباح غير ثابته كل 3 شهور، فبتسأل دلوقتي هي بتطلع زكاة مال أرباح المبلغ ده على البيت، ده جائز ولا غير جائز؟ إذا كان الزوج يحتاج شرعا ماشي تمام. هي بتقول إن هو ممسك يعني. طيب ما السؤال اللي بعده بيديها زكاة يبقى إزاي ممسك؟ بيدفع زكاة المال لكن ما بيدفعش في حساسيات البيت حاجة، هو الأكل والشرب وبس. ما هو ده اساسيات البيت، ايه تاني اساسيات البيت؟ بتقول في حاجات ضروريه بتبقى محتاجاها البنت، بيبقى احنا محتاجينها كناس عارفين احتياجاتنا في البيت. طب ماشي، فهو ما بيرضاش يدفعها. لا ما نص السؤال بيبقى عكس بعضه كده. يعني انا ممكن يتصور يفهم ايه؟ الناس دي مش عايزه تطلع الزكاه بره البيت. ايوه. فهي عايزه زكاتها يبقى لبنتها وبيتها وزكاه جوزها كمان لبيتها. طب والفقير ياخد منين ان شاء الله؟ الزكاه ما شرعيش ان ناخدها. بنتي محتاجه. اي بنتي محتاجه تاخد من ابوها الملزم بالنفقه الاب. ايوه. يجوز هي تديها من زكاتها، من زكاة مالها هي فقط. إذا كانت البنت في حالة الاحتياج التي تنطبق عليها شروط الزكاة، فقير مسكين بقية الشروط. تمام. ده لازم. ايوه. واللي يقدر ده حد فقيه ويقول والله ده أدي المصروف ودي الدنيا. طيب السؤال الثاني الزكاة بتاع جوزها عايزة تديها لبنتها، لا يجوز شرعا. زكاة زوجها لا تحل لا لها ولا لبنتها ولا لحد مطالب بالنفقه الزوج فيه. أيوة. لازم خارج اطار الدايره دي. طب ولو هي وقعت بقى في الخطا ده وعملت كده تسدد بقى زكاه المال بتاع زوجها دي وتطلعها انما لا اتصرفت وانتهت ولا تملك واخطات فيه خلاص ترفع عنها. تمام، جزاكم الله خيرا. معنا اتصال استاذ محمد من القاهره، برحب بيك يا استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. أنا عندي مشكلة دلوقتي هنا في سويسرا، مش من القاهرة، أنا بتكلم من سويسرا. حضرتك بتكلمنا من الكويت؟ من سويسرا مش من الكويت. من سويسرا، تمام، أهلا وسهلا بحضرتك. بيقول لك أنا دلوقتي أنا كنت في إيطاليا وكنت رايح سويسرا وزيرتني فاهمني، فحصلت معايا مشكلة هنا في سويسرا وحاولت أتواصل مع قناة الشرق ومع قناة الجزيرة عشان افضح الكلاب اللي هنا دولت اللي عملوه معايا في الطريق وتعدي عليا وحطوني في السجن وكل وضربوني عشان انا اخدوني، ضربوني واحد ومرافق. مين اللي حطك في السجن وضربك يا استاذ محمد؟ بس مين؟ الشرطه السويسريه وانا ماشي في الطريق وجايب السياره بتاعتي من ايطاليا لان انا مقيم اصلا في ايطاليا وجاي سويسرا جدي عشان ازوره. يعني انت كنت رايح سويسرا زياره ولا انت مقيم في سويسرا؟ لا انا رايح سويسرا زياره، ممكن في ايطاليا وعايش في ايطاليا. انت عايش في ايطاليا ومقيم في ايطاليا، رحت سويسرا زياره. فالشرطه السويسريه تعرضت لك بالضرب والاهانه والحبس. السياره بتاعته قفلت مني في النفق عربيتي على الطريق السريع. انا اتكلمت عشان ان حد يجيلي يعرفني المكان تاني عشان يجي العربيه تشيلني، جات لي الشرطه. ولما جات لي الشرطه قالت لي انت مطلوب القبض عليك، حطوا في ايدي الكلبشات خدوني معاهم. انا ما اعرفش انا مطلوب القبض عليا ليه، ما اعرفش حاطط بين الكلبشات ليه، خدوني على السجن، انا ما اعرفش مين رايح السجن، طلبوا مني انا عودوني، رفضت انا عودوني، قلت لهم احنا مسلمين، ما اعرفش ما عملتش جريمه ان انا قال عليها فضولي، مش انا عودوني لو على الموت، جابوا لي 10 من الشرطه وقال لي هنموتك لو ما لكش فضولك، تعدوا عليا ال10 من الشرطه بالضرب وقالوا لي بالعافيه فاهمني، وسابوني في السجن وانا ما اعرفش ان انا في السجن، مفكر نفسي في مركز الشرطه، لان دخلوا معايا جوه دخلوا معايا بتوع الشرطه اللي خلوني على الطريق. طب استاذ محمد انت فين دلوقتي؟ انت بتكلمنا وانت فين دلوقتي؟ انا بكلمك في سويسرا لاني تعبان لسه مش قادر ارجع الحمل. يعني انت بره السجن دلوقتي، انت دلوقتي حر طليق يعني صح؟ بره السجن، هو في السجن ما كانوش عاطيني حتى هدوم البسها، كانوا قاعدين من غير اي حاجه، انا خرجت قعدوني 3 ايام. طب وقالوا لك ايه في الاخر بعد ما اتفقوا معاك كل الحاجات دي؟ قالوا لك ايه في الاخر؟ كان ايه الاجراء اللي خلاك تخرج؟ وبعدين الاجراء بيقول لي انت في حد عندك هذه التهديد ان انت مهدد حد هنا في سويسرا، قلت له يا باشا ما جاتش سويسرا دي السنه فاتت عمري ما عملت مشاكل في سويسرا، قال لا انت اسمك محطوط هنا انت عندك هذه التهديد، قلت له حتى لو عندي هذه التهديد زي ما انت بتقول مش من حق تحطني في السجن، لازم تسالني، اتكلم مع ضابط شرطه، اتكلم مع اي حد. استاذ محمد بعد ما حكيت لنا الحكايه وحضرتك دلوقتي بتتكلم وانت بره، اقدر اساعدك بايه؟ أنا عايز أفضحهم، أنا معايا الأوراق اللي أنا خرجت من عندهم السجن جت الإسعاف خدتني بعد 3 أيام. طيب هو أنا أستاذ محمد أنا ممكن الملف برمته بالمكالمة دي بتفاصيلها إن شاء الله أحيلها لزميلي حسام الشربجي وفريق الإعداد في برنامج القضية، وإن شاء الله يتواصلوا مع حضرتك وتتواصلوا مع وهم من خلالهم أو من خلال حضرتك نبدأ نتواصل مع منظمات حقوقية وحقوق الإنسان ونشوف الموضوع إيه، وحضرتك ترسل الأوراق اللي تثبت دوت عندك، ويبدأ الناس الحقوقيين والمحامين ومن لهم باع وخبرة طويلة في هذا المجال أكثر مني بكثير يقدروا إن شاء الله يفيدوك، وبكده أكون يعني أتمنى أن أنا أكون قدرت أساعد حضرتك. بشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ محمد، ويا ريت تبقى تسيب رقم تليفونك مع زمايلنا في الإعداد عشان يقدروا يتواصلوا معاك بعد كده. هي مشكلة طبعا حقوقية أو مشكلة على عهدة الراوي يعني، فإن شاء الله يعني زمايلنا في الإعداد وبرنامج القضية إن شاء الله يعني يحلوها بإذن الله. نشوف بقى السؤال اللي معانا بعد كده. لو سمحت يا شيخ عصام، انا قبل ما احمل كنت متابعه مع دكتور رجل والان انا حامل، فينفع اولد عنده ولا لا؟ مع العلم يوجد دكتوره ست بس الدكتور ده متابع حالتي. تكمل المتابعه مع المراه اذا كانت المراه يعني خبره في هذا الامر. نعم. والا اذا كان عندها مشكله لا يستطيع التعامل معها الا هذا الطبيب. نعم. تكون مشكله مهمه. اما الاصل ان المراه التي تعالجها امراه والتي تطببها امراه افضل، بالذات في مسائل النساء والولادة والحمل الأولى في ذلك، إلا إذا كانت المرأة أقل خبرة وتؤدي هذه القلة من الخبرة إلى ضرر يوقع بالضرر الشديد على المرأة، فهنا في هذه الحالة لا ضرر ولا ضرار. فالأصل في علاج المرأة أن تتداوى عند المرأة إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. تمام، جزاكم الله خيرا. سائل يسأل يقول أنا شغال في مطعم والبضاعة غالية جدا والزباين يعني غلابة، فبيقول بييجوا يطلبوا مثلا لو هو بيبيع الحاجة اللي هم هيشتروها دي ب3 جنيه أو ب5 جنيه، فهم بيقولوا عايزين بجنيه، فبجنيه ده يعمل إيه عشان يديهم بجنيه؟ فبيحاول يتصرف، فبيقول عشان ما يمشوش فبحط دقيق على الطحينة، هل هذا حرام؟ طبعا هذا غش. لا يجوز شرعا له، هذا غش. نعم. دي بضاعة، اللي قادر على شرائها والتعامل لا يعني يشتري، مش قادر يشتري على اللي يقدر عليه طبعا. مع فرق ان إذا كان إنسان بيغلي بما لا يجوز يبقى ده يأثم في هذه الحالة. إنما لا، دي الحاجة غالية طبيعتها، خلاص كل انسان بياكل على قد ما يقدر، على قد لحافك مد رجليك، على قد ما معك من مال تاكل وتشرب وتتعامل. وانت بتجد نموذج هنا في تركيا، في عندك مطاعم هنا لا يمكن الفقير والغني بياكل. أيوة. والاكل مستوى النظافه واحد، ابو 10 ليره زي ابو 100. صحيح. ده هنا ده اللي بنقوله يا جماعه، ان بيغيب عن بلاد كتير من المسلمين مستوى، لا ان البني ادم من حقه ياكل الاكله النظيفه. ايوه. مستوى جودتها بقى، مستوى غليانها، مستوى ايه، هو بياكل من اول العربيه اللي قد كده اللي عند المحطات المترو، الرز والفراخ الصوابع اللي هو البلاف ده، اسمه بلاف اللي هو الرز بالفراخ، من اول ده لحد افخم مطعم يعجبك ده بياكل ده، ومستوى النظافه هنا زي هنا، لانه بيخضع لرقابه الدوله، ده اللي اقصده. فانما هنا القصه بتبقى يقول لك اصل انا صعبان عليه لازم ياكل ايه، يعني انت بتغشي له الطحينه. هو الغلا في الاكل بتاع الطحينه يعني هو الغلا اللي جاي الفقير ياكل منك في مطعم اللي بيتكلم عنه الاخ ده. في الطحينه، سلطه الطحينه، لو سلطه الطحينه بقى جنبها يا فراخ يا لحمه. ايوه. ده انت ضربه فين بالظبط؟ انت ضربه في الطحينه، ده اللي هيعوض عندك الخساره؟ أيوه. لا، ده معناه باب للغش. تمام. فهذا غش لا يجوز شرعا، من غش فليس منا، في من غشنا وفي من غش فليس منا. تمام. طيب محمد الاهلاوي بيقول ارجو الرد، ان ابويا رحمه الله ترك لنا تلت بيت ومنزل اخر في منطقه اخرى، وأعطى لكل واحد شقة في المنزلين، وأنا متزوجة. يبقى هو بقى سائلة بس الأكونت اسمه كده. وأنا متزوجة، وبعد ما توفى إخوتي أنكروا إن ليا ورث. بعد ما توفى مين؟ بعد ما توفى إخوتي. بعد ما توفى والدها يعني إخواتها اللي أنكروا. ده إيه ده؟ يعني هي مدخلة الصيغة ببعضها. معلش أنا عشان أركز مع السؤال مضطر أبقى سامع ومدقق ومجيب يعني. أصل أنا أصلا كمان يعني إيه لو وريتك السؤال يعني أنا بحاول أجمع الحروف جنب بعض. ما أنا عارف إنك بتجمع الحروف برضه. وبعد ما توفى إخواتي أنكروا بقى، مش أنكرة. أيوه. إن ليه ورث. إن ليا يعني ورث. وهم 6 أولاد على بنت واحدة. تمام. وهي أنا، هي بتقول يعني وأمي ورثت شقة وعايزة تكتبها لي وهم رافضين وعاوزين يبيعوها وتتقسم علينا. انتهى السؤال. انتهى السؤال. هل حقها هو الشقة ده في الورث الشرعي من أبوها؟ والأم عايزة تعوض بهذا الأمر فلا مانع في هذه الحالة، لأن في الإخوة في الأول والإخوة الذين ظلموا في هذه المسألة. تمام، جزاكم الله خيرا. ناخذ سؤال آخر. سؤال آخر من على الواتس. هل يجوز دفع أموال على سبيل البقشيش لتسريع وقت الأوراق الرسمية؟ وهل يجوز دفع مبالغ مالية لتعييني في وظيفة؟ وطبعا ده سؤال الأخ بيلطفه، والبقشيش هي رشوة. رشوة صحيح. يعني هدفع بقشيش لتسريع البقشيش ده يعني إنك أنت كلت اللي هو الشاي، فاديت الجرسون لا اديت الجرسون الحساب 100 فرحت لقوا الحساب 92 97 فاديت له 100 مقفلة، قلت له يعني إيه الباقي إكرام مثلا. ده اسمه بقشيش. يعني غصب عن الجرسون جايب لك الأكل والخدمه واحده وما يعرفش هتديله ولا ما تديلوش، ولو انت مشيت من غير ما تديله مش هيقول لك تعالى ادفع. الحساب وهو معروف هتدفعه وتمشي، ده اسمه البقشيش. تمام، ده لا مانع ما كان فيه اذا لم يكن فيه اجبار. طيب اما عشان تسريع الاوراق الرسميه معناه انك بتاخد حق غيرك. لو انت حقك الورق ده يمشي في الاجراء ده، مش من حق الموظف اللي بيدي اللي بياخد ياخد حاجه منك ولا تديله. طيب ده اسمه رشوه. طيب لتعيين في وظيفة نفس الحالة، انك تاخذ ما لا تستحق وتاخذ عن نصيب غيرك. وظيفة تقدم زي غيرك وتنطبق عليك وعلى الجميع الشروط. نعم. بس طب لو يا شيخ عصام لو دي بقى، بس ما انا عارف ان في لو لو دي بعد ما نقفل السؤال ده كده بالظبط. تمام، اتقفل ده كده حضرتك، ده اسمه رشوة وده اسمه رشوة يجوز شرعا. جميل، بالصيغة اللي هو كاتبها دي. تمام. لو بقى اللي انت هتسألني سؤال تاني عشان ما ندخلش خضرة على ايه؟ على ام الخير. اتفضل. خلصنا خاطر نخش بقى على الباقي. اتفضل. السؤال الثاني بيقول لو انا دلوقتي ليا حق ولن اخذه الا بدفع غير الاموال، جربت كل الوسائل الشرعيه وعملت ومش هاخد غير بده ومش هاخد حق غيري ولا هجور على حق غيري. تمام، وجربت كل الوسائل اللي انتخب بكده ما فيش غير الوسيله دي، في هذه الحاله ياثم الموظف وانت لا اثم عليك في اطار الحاجه دي وحقك بس. تمام، جزاكم الله خير. كده الاثنين منفصلين عن بعض. تمام، جزاكم الله خير. بيقول باذن الله، بيقول لك جزاكم الله خيرا يا شيخ عصام، وباذن الله لن اضع الدقيق على الطحينه مره اخرى. طيب جزاكم الله خيرا، ربنا يا رب يبارك لك ويرزقك دائما وابدا من الحلال، اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. بشكرك اولا على حرصك، وبشكرك تاني مره لاستجابتك لفتوى الشيخ عصام والكلام. نروح بقى لسؤال تاني على الواتساب. لو سمحت، اذا اختلف راي العلماء حول سؤال واحد فمنهم من يجيزه بدليل ومنهم من يحرمه بدليل، فماذا يفعل السائل حينها؟ والسؤال بخصوص البيع بالتقسيط دون وجود محل. في هذه الحالة إذا استوت عنده الأدلة، المستفتي مذهبه مذهب من يفتيه. أنت صاحب سؤال، أنت رايح تسأل شيخ. نعم. أنت بقى عمال تدور ده وعايز غيره، أنت بتدور يعني. النهارده رحت سألت 2 3 مشايخ قال لك حرام. نعم. فعمال سألت الأولاني قال لك حرام، رحت رايح للثاني الثالث لحد لما قال لك حلال، قلت بس أنا ما عندي رأيين. ايوه، انت مستني اللي يقول لك حلال معناه انك انت تتبع الهوى. ايوه، اما انك انت سالت من باب بتستوثق، واحد قال لك حلال فقلت انا يعني جوايا ريبه، فالثاني قال لك حرام، فترددت بين الامرين. في هذه الحاله استفتي قلبك ان افتوك او افتوك، والاولى دع ما يريبك الى ما لا يريبك، كما قال صلى الله عليه وسلم: والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. نعم، عندك ثقه في حد في علمي وديني تتبع اللي انت تثق فيه، دون اتباع اللي لو مش ماشي على مزاجك وعلى هواك، انما ما يستدل به بدليل. قلت له ده جايب دليل وده جايب دليل، خلاص اتبع ما تطمئن اليه في علمه ودينه. ولذلك استفتي ان في ذلك ذكر لمن كان له قلب، اللي عنده قلب. استفتي قلبك لمين؟ اللي عنده قلب، اللي قلبه عدل. ايوه، مش اللي قلبه واسع الحمد لله جت بقى من واسع خش على الايه الشيخ البحبحاني. ايوه، لا او روح علقها في رقبه شيخ. لا كده انت علقتها في رقبه اللي عايز تعلقها في رقبته بمزاجك يعني. طيب جزاكم الله خيرا يا مولانا. انا بس بدعو فريق الاعداد معانا، بس في سؤال لسائله باسم مؤمنه بالله، هو السؤال طويل قوي، فان شاء الله بس يبقى معانا بكره باذن الله ونجيب عنه لان وقتنا انتهى. بشكرك شكرا جزيلا فضيله الشيخ عصام، ونفع الله بكم وبعلمكم. مشاهدينا الكرام، اشكركم شكرا جزيلا على متابعتكم لينا في حلقه النهارده من يستفتونك. ان شاء الله القاكم في قادم المواعيد، والى هذا اللقاء دمتم في أمان الله.